في اعتقال الطلاب. الخبر كان بيقول إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية في الإسماعيلية بسبب تسريب الامتحان. ده كان الخبر يا حضرات اللي نشر. إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية في الإسماعيلية بسبب إن الامتحان اتسرب. ماشي، الامتحان اتلغى اتسرب ثم تم إلغائه. فخرجوا العيال أو التلامذة أو الطلبة، خرجوا بيحتاجوا بسبب إن المادة اتلغت. وده الفيديو بتاع الطلبة أهم خرجوا. شباب صغير لسه طالع ورور للدنيا، خرجوا يحتاجوا. ده مبنى محافظة الإسماعيلية. على كل حال يعني في الأمور اللي زي دي الحقيقة مفترض نلجأ لأولياء الأمور عشان نسألهم، هل أنتوا عاجبكم اللي عملوه ولادكم؟ أولياء الأمور نفسهم طلعوا هاجموا الوزير بسبب إلغاء الامتحان، لأن دي شهادة، وشهادة مهمة هتنقله للثانوية أو هتوديه الناحية التانية. نشوف كده أولياء الأمور قالوا إيه. الأولاني امتحان ملوش لازمة، ما خدوش على درجات، طب احنا وامتحاننا وجايبنا وذاكرنا ليه؟ وبعدين جاي دلوقتي امتحاننا وفي ناس سربت، طب أنا مالي؟ أنا لا عرفت أغش ولا حتى خدت تسليمات ولا شفت أي حاجة. خليكم كلكم صغيرين، بتحاسبوا الصغيرين على أي أساس؟ أنا اللي فات، بتحاسبوا الصغيرين على أي أساس؟ أنا كنت الترم الأولاني ما خدتش ولا درجة عليه، الترم التاني شهرين وكان هو رمضان ولا إيه؟ عمو 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 حضرتك انت تصرف كل الامتحانات، الانجليزي متصرف، الجبر متصرف، الدراسات اتصرف، اشمعنى الدراسات؟ اشمعنى الدراسات؟ لما جيت الدراسات عرفت ايه؟ اخر يوم كنت بعمله ايه؟ حتمنى الاعدادية من اول ما كده عشان يبقى عشان يبقى عشان يبقى عشان يبقى عشان يبقى عشان يبقى عشان نمضي وين الوزاره دوت جبت العيال امتحان العربي بالنص ومد عليه وخد الملكات بتاعه يعني هم مضوكوا؟ اه عشان امضي مضوكوا غصب عنك. الحقيقة كان في خبر تاني يعني ديك سمعته أولياء الأمور بيقولوا إيه، لكن الخبر كان بيقول بسبب إلغاء امتحان الدراسات طلاب الإعدادية يحتاجون ومدير أمن الإسماعيلية يطمنهم. طلع مدير أمن الإسماعيلية والراجل يعني لطيف طلع طمنهم، لكن يبدو أنه لما يطلع ضابط شرطة يطمنك غير لما يطلع مواطن يطمنك، لأن ضابط الشرطة لما هيطمنك فهيطمنك. فالحقيقة طمنهم قوي مدير أمن الإسماعيلية، يبدو أنه طمن الطلبة قوي ويبدو أنه ضميره وجعه في التطمين. فقوات الأمن في الإسماعيلية اعتقلت مجموعة منهم. قوات الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية تلقي القبض على 15 طالبا من طلاب الشهادة الإعدادية بعد احتجاجهم أمام ديوان عام المحافظة اعتراضا على قرار إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية وإعادته غدا إثر تسريبه على مواقع التواصل. يعني يظهر ان مدير امن مدير الامن اهو تم الافراج عن مجموعه من الطلبه تم توقيفهم بعد احتجاجهم على الغاء الامتحان الاعداديه. ايه علاقه ميدان التحرير بالخبر ده؟ مش فاهم الخبر في الاسماعيليه وده ميدان التحرير بعد التطوير، ايه علاقه ده بده؟ لكن كويس، فالحقيقه طمنهم زياده فقبض عليهم. اهالي الطلاب الاعداديه في الاسماعيليه اكدوا احتجاز قوات الامن لعدد من الطلاب والاعتداء عليهم بالضرب. مش بقول لك طمنهم قوي، شوف كده. عشان من الرئيس السيسي يتدخل، انا ولي امر مش لكن يبدو بس ده مش في الإسماعيلية. أول ضحايا الشهادة الإعدادية انتحار طالب بعد تعثره في الامتحانات في المنوفية. ده الخبر المؤسف مع الأسف. أول ضحايا الشهادة الإعدادية انتحار طالب بعد تعثره في الامتحانات بالمنوفية. ربنا يستر بقى على باقي أولادنا في الثانوية العامة اللي هي جاية الشهر الجاي. استعدوا وخلي بالكم بقى في إجابات على الورق وإجابات على التابلت.